اولا لابد باش نشكركم جريده العالم الالكترونيه على الانتقال ديالها الى عين المكان لجماعه سيد رضوان اللي جماعه مهمه بفلاحه ديالها بالتنميه ديالها بالجيل الصاعد. جد مسرور وفي نفس الوقت متأثر بهذا السؤال، لأن قدومي إلى جماعة سيد رضوان وإلى ترأس جماعة سيد رضوان الهدف منه هو تنمية الجماعة وبلورة بعض مشاريع التي كانت في طي النسيان. فهنا بدأنا على رأس جماعة سيد رضوان وأنا كرئيس جماعة سيد رضوان ومسقط رأسي بجماعة سيد رضوان وبدوار الحلويين وأنا مدين لهذا البلد باش يمكن لي نقدم لها ما أملك وما أملك من قوة قصد تنمية المنطقة. أول ما ترأست واسمحوا لي كان هدفي وهو مؤازرة البسيط ومؤازرة الضعيف فيما تقتضي المصلحة العامة وفي إطار القانون الجاري به العمل. فبدأت بملف الماء الصالح للشرب وهو ملف ضخم 3 مليار و600، وكان الحمد لله حققت أنا المبتغى ديالي والمشروع حقق الهدف دياله. ومن هنا إذا قلنا بأننا نتكلم على الربط الفردي بجماعات سيد رضوان فأنا أقول المعجزة والمعجزة، وهذه من بين المعجزات. كيف يعقل الجماعة كلها بالربط الفردي وأقول الربط الفردي وأشرح ما معنى الربط الفردي، وهو مشروع إنسان جالس في الدار في الدوار في أعلى جبل وصلوا الروبيني ديال الماء. فهذا الحمد لله فضل كبير. فأنا من هذا المنبر لا أشكر نفسي، بل لست لوحدي في هذا المشروع، بل السلطة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعة والجهة، وأنا ما أنا إلا سبب من بين الأسباب لتنمية المنطقة. وهنا نقول وأقولها بصوت عالي وهو الواد الحار، الصرف الصحي في جماعة سيد رضوان وفي منطقة المركز وكريكار. فهذا فضل من عند الله وتعالى سبحانه وتعالى، وحققنا واستطعنا باش نجزو هذا المشروع الذي هو يعد مشروعا ضخما بامتياز وليس بمشروع صغير، فإنه مشروع ضخم وأقول بامتياز. ومن هنا أزيد إلى تهيئة المركز، مركز سيد رضوان من بين المراكز المؤهلة من المستوى العالي، والأضواء ترفرف والأعلام الوطنية ترفرف فوق جماعة سيد رضوان، وهذا بفضل الجميع. وأنا ما أنا إلا سبب من بين الأسباب والحمد لله. فأنا فرحان على المنجزات اللي قدمت لهذه البلاد. احنا الحمد لله قدمنا، وكنتمنى الجيل الصاعد أو اللي يجي مورانا يكمل هذه المشاريع. عندنا لابد من الذكر، احنا سميتو الحديث طويل وطويل جدا، فك العزلة. احنا من ترأسنا هذه الجماعة كان الطرق بين الدواوير
تقريبا متهالكة أو منعدمة، لأن 40 كيلومتر ديال لي بيست، 20 كيلومتر ديال الإصلاح، والعام الثاني جبنا تقريبا مليار ونصف بالطريق المعبدة لفك العزلة على جميع وأغلب الدواوير داخل جماعة سيد رضوان، ومنها هذا الدوار بنفسه وبعينه ما كانش عنده الطريق بالدارجة، فجبنا له الطريق، جبنا له الطريق معبدة من نوع الممتاز. والآن عندنا برامج اللي هي برامج في طور الإنجاز ديال فك العزلة، وعندنا برامج اللي هي مبرمجة في داخل تراب الجماعة، وعندنا شركاء، لابد من الشركاء، عندنا شركاء مجلس إقليمي، جهة، المكتب الوطني للكهرباء، للشتات، نقولها الشتات، آخر منزل حتى هو عنده الضوء، وهادشي بشراكة مع المجلس الإقليمي، واستطعنا نزلوا هاد المشروع الضخم الكبير، وهذا فضل كيرجع للجماعة وللأعضاء وللمكتب وللسلطة ولجميع المتدخلين، دخلوا في هاد التنمية القروية ديال المنطقة وديال البلاد وديال الجماعة الترابية لسيد رضوان. وما زال عندنا مشاريع اللي هي مبرمجة، وعندنا مشاريع اللي خدامين. أنا اليوم مشيت الورش في طور البداية في دوار الجزيرة، وقفت على عين المكان في دوار الجزيرة باش نربطوا جماعة سيد رضوان مع جماعة زومي، وهذا الحمد لله دخلت معنا شراكة وزارة الفلاحة والصيد البحري. شكرا أستاذي المحترم والجريدة المحترمة الإلكترونية. هذا السؤال أنا بغيته، هنا المواطن ديال سيد رضوان مني كيلقى بالدارجة المعقول كيمشي مع المعقول، رغم بعض المراوغات، رغم بعض الأشياء التي يمكن أن تحك، ولكن هناك المعقول والمعقول والمعقول. مني كيلقى العضو ديال الجماعة أو النائب أو المكونات السياسية، الجمعيات المدنية، ملي كتلقى العمل الصالح أو العمل الدؤوب أو أي إنسان كيخدم بلاده كيخدم وطنه، ما عليه إلا يتوفق في هاد المهمة ويتفوق في هاد المهمة. أنا أقول للساكنة هنيئا لكم بالمشاريع، لأن الساكنة هي ساكنة ممتازة وساكنة تستحق أكثر من هذا، لأنها عزلت رجال اللي يمثلوها، وأنا ولد هاد الدوار وقريت في الدوار وترعرعت في الدوار، وخصني نخلي شي حاجة اللي تذكر ليا بالخير هاد الدوار.